ليلة مفعمة بالأصالة اجتمع فيها الفن والوجدان على أرض المسرح الروماني في العالمين الجديدة، وده كان تحت رعاية دكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتورة لمياء زايد عرض فني استثنائي أحياء كورال للشباب بقيادة وتدريب دكتور محمد عبد الستار، وكمان اترددت في أنحاء المكان الأنغام المصرية الفلسطينية. الأمسية كان عنوانها ليلة مصرية فلسطينية، والجمهور تفاعل مع الأغاني الوطنية اللي كانت بتحكي حكاية البطولة والانتماء، منها مصر تتحدث عن نفسها ومصر يا أم الدنيا، واللي أكيد بتلامس قلوب كل المصريين، وصولاً لأغنية الحلم العربي وعربية يا أرض فلسطين اللي بتعيد للأذهان وحدة الحلم العربي والأمل العربي. نتكلم بشكل مفصل عن الأمسية من خلال اتصالنا مع المايسترو محمد عبد الستار. برحب بحضرتك. أهلاً وسهلاً بحضرتك. ليلة مصرية فلسطينية وأغاني الحقيقة مزجت ما بين أغاني بتتكلم عن مصر وأغاني بتتكلم عن العروبة والوحدة وكمان عن فلسطين. عايز أعرف أصداء الحفلة كانت عاملة إزاي وتفاعل الجمهور مع الكورال والأغاني اللي تقدمت؟ والله الحقيقة يعني الجمهور استقبلنا استقبال جامد جدا، لدرجة أنهم ما كانوش عايزيننا ننزل من على المسرح، يعني قعدوا يقولوا لنا كمان عايزين تاني وعايزين تاني، فاحنا بس عشان كنا مقيدين بوقت معين فعملنا البرنامج على قد الوقت اللي كان مطلوب مننا نص ساعة فعملنا ساعة الا ربع. كان كم عدد المشاركين من الكورال؟ يعني هل كان في شباب وفتيات من فلسطين ولا الكورال كله من المصريين؟ لا كله من مصر. وعددهم كام تقريبا؟ يعني تقريبا كنا 40 او يعني حاجة 39 او 40. اخترتوا الأغاني على أساس إيه؟ يعني طبعاً إحنا عارفين إن كان في عنوان رئيسي للاحتفالية وكان الهدف منها هو هدف من أهداف مهرجان العالمين الجديدة اللي بيدعم فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن اختيار الأغاني كان على أي أساس؟ والله هم يعني إحنا كلفنا قالوا لنا إن دي كانت الوزراء العرب هيحضروها فعايزين حاجات عن فلسطين وكده، فاحنا طبعا ما ينفعش نقول عن فلسطين بس، فقلنا عن فلسطين ومصر يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، قلنا مصر يا ام الدنيا ووقف الخلق والباقي بقى كله تقريبا كان عن فلسطين. هل في اغاني معينه طلبت من الجمهور؟ لا الجمهور يعني في اخر غنوه كانت عن فلسطين كانت قويه جدا وهي اغنيه فلسطينيه اصلا، ف لقيت استحسان بشكل غير عادي والناس تجاوبت معاها جدا لدرجه ان هم طلبوا تاني وتاني وتاني يعني، بس احنا كنا بقى ايه مقيدين بالوقت زي ما قلت لحضرتك، فكانت ليله جميله جدا وبصراحه يعني حتى المسؤولين هناك قال لك دي من احلى الحفلات، يعني مش من احلى، قال لك دي احلى حفله اتعملت في العالم. أكيد كانت حفلة مميزة، لكن مشاركة وزارة الثقافة بشكل عام وكمان دار الأوبرا المصرية شايفها إزاي في مهرجان العالمين الجديدة السنة دي؟ والله ده أنا يعني سعيد جدا بأن احنا عندنا الصرح الكبير العظيم ده، العالمين دي شيء مشرف وحاجة تفرح أن احنا بلدنا بقى فيها حاجات من بالشكل ده، يعني مهرجان بالشكل ده مهرجان كبير يعني أن احنا نقدم فيها يعني الدور الثقافي كفن، يعني مش جايبين اي ناس ومش جايبين فرق، جايبين فرق تابعه للاوبرا وتابعه للثقافه اللي هي تقدر تقدم الشيء اللي ما فيهوش اي اسفاف، يعني اللي هو اللي بيحسنا على ان احنا لازم نرجع لل يعني ترجع بلدنا يعني للرياده لبلدنا تاني، ترجع لبلدنا الرياده يعني. اكيد التدريبات اللي كانت قبل الحفله خدت وقت كتير ولا دي اغاني من المعتاد بتغنوها في حفلاتكم المختلفه؟ لا الحفله دي كانت حفله خاصه. فطبعا الجهد اللي احنا عملناه ده كان في خلال يومين اتنين بس. انا بشكرك. يعني انا قعدت اصلا من الساعه 5 في اول يوم عشان احفظ الولاد، من الساعة 5 يعني العصر كده مخلصين الساعة 12 أول يوم، ومن الساعة 5 للساعة 11 تاني يوم. أكيد. الحمد لله يعني قدرنا نحفظ الأولاد في وقت في توقيت مثالي وربنا كان موفقنا الحمد لله. أكيد كانت حفلة متميزة، وفكرة الحفلة نفسها شهدت تجاوب وتفاعل من الجمهور في مهرجان العالمين بصراحة الكريم. كان يعني حاجة تفرح يعني بصراحة.
أنا بشكرك شكرا جزيلا المايسترو محمد عبد الستار، نتمنى لك التوفيق وكمان يكون في دايما حفلات متميزة مش في العالمين الجديدة بس لكن في مختلف الأماكن اللي بتروحوها.